فازت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة التسيير التابعة للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار للفترة ما بين العام 2023-2025. جاء إعلان حصول الهيئة العامة للاستثمار على هذا المنصب الرفيع أثناء مشاركتها ومشاركة رئيسها حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة بالمؤتمر السنوي للرابطة في دورتها 27 والمنعقدة في مدينة نيودلهي في الهند، حيث عقدت الجمعية العمومية للرابطة على هامش المؤتمر، وتم انتخاب أعضاء لجنة التسيير التابعة للرابطة ضمن فعالياتها. وحصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على 29 صوتا مقابل 11 صوت لوكالة ترويج الاستثمار في موريتانيا والتي كانت مرشحة لنفس المنصب. أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري بنحو 15% بمعدل 546 مليون دولار لتبلغ 4.3 مليار دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من العام 2022. تعد تلك القيمة هي الأعلى في تاريخ صادرات الصناعات الغذائية المصرية لنفس الفترة. أضاف المجلس التصديري أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري 2023 بقيمة 2.344 مليار دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة ب 21% ثم الاتحاد الأوروبي. فازت مصر ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بالمركز الثاني الدرع الفضي لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الإفريقية للإدارة العامة عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعاً ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة. تسلم الجائزة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الإفريقية للإدارة العامة والإدارة، ويشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال إفريقيا والتي انعقدت في زامبيا. في أسواق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوع بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين للبيع وسط تداولات كلية بلغت 4.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 58 مليار جنيه عند مستوى 1.668 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 2.92% ليغلق عند مستوى 24,000 نقطة و773 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 5,279 نقطة، بينما صعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 3.12% ليغلق عند مستوى 7,670 نقطة. في أسواق البترول العالمية شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا طفيفا خلال التداولات، وذلك بعد توقعات لمنظمة البلدان المصدرة لخام النفط أوبك الإيجابية بشأن النمو العالمي. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر إلى 74 دولار و8 سنتات للبرميل بنسبة تصل إلى 1.15%. هذا وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر إلى 69 دولار و41 سنتا للبرميل بنسبة تصل إلى 1.17%. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بما نسبته 1.24% لتصل وتحقق ما قيمته 2.53 دولار للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 35% لتسجل 2.31 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين وسط ضعف أسعار النفط وآخر قرارات الفائدة والتي سيتخذها البنك المركزي الأمريكي في هذا العام. أما في أبوظبي فتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1%، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي الرئيسي بنسبة 1%، وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 1%، وارتفع المؤشر القطري 1%، لينهي سلسلة خسائر استمرت لثمانية أيام. الختام من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي أكدت أن توقعاتها للصين في العام 2024 محايدة، لكن الدولة ستظل تواجه رياحاً معاكسة من انحصار للطلب الخارجي وتحديات في قطاع العقارات وأدوات الديون الحكومية المحلية. كما توقعت فيتش نمواً متوسطاً للناتج المحلي الإجمالي للصين عند 4.6% مقابل ما يزيد قليلاً عن 5% في العام الجاري 2023، مضيفة أنها تتوقع أن يكون النمو في الصين مستقراً على نطاق واسع وبمستويات أعلى بشكل عام من نظرائها.